التحول للتعليم الرقمي والاستغناء عن الكتب المطبوعة في السعودية واستبدالها بكتب إلكترونية باستخدام الأجهزة اللوحية انطلق ب150 مدرسة هذا العام و1500 مدرسة العام المقبل، وذلك قبل أن يطبق على جميع مدارس السعودية عام 2020 وفق الخطوات المعلنة، وذلك بميزانية بلغت 1,600,000,000 ريال سعودي. هذه الخطوات تجد قبولا من داعمين لمواكبة الدول المتقدمة، فيما يشكك البعض في إمكانية تحقيقها، لكن وزارة التعليم السعودية تؤكد أنه حقيقة، وذلك بمشاركتها في المعرض الرائد لصناعة مستلزمات وحلول التعليم جاس الذي أقيم في دبي وضمن 39 دولة مشاركة استعرضت فيه خططها المستقبلية. العموم للرد على كل ما يتداول على مواقع التواصل حول التحول الرقمي في المدارس أو التعليم العام في السعودية، أرحب بضيفي في الاستوديو الرئيس التنفيذي لتطوير تقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي. أهلا فيك معنا يا دكتور، تفضل معنا. أهلا وسهلا. الآن بدأتوا أنتوا يعني تزيدوا عدد المدارس، خلينا نقول طبقتوا التجربة، كيف تجربة التحول الرقمي حتى الآن؟ أيوة، ابتداء بالسلام والشكر لكم و سعيد بالحديث للسادة المشاهدين والمشاهدات. بدأنا فعلا ب150 مدرسة والآن نعمل مع 300 مدرسة، وستكون الرحلة بإذن الله العام القادم 1500 مدرسة إلى 2020 تكون شاملة لجميع المدارس. التجربة في بدايتها أبدت إشارات إيجابية ولله الحمد، هناك تفاعل إيجابي كبير جدا من قبل الطلاب، تفاعل إيجابي كبير من كثير من المعلمين. العملية التعليمية تأخذ جهد كبير جدا من عناصر العملية التعليمية، من الوزارة إلى إدارات التعليم إلى إدارات الإشراف التربوي، إدارات التدريب والابتعاث، إدارات المدارس من قيادات المدارس والأهل، ويعني منظومة كاملة، هي منظومة كاملة نعم، إلى نصل إلى المعلم وهو يبذل جهود كبيرة جدا بالطالب والأسرة. طيب الآن بتقول التجربة خلينا نقول إيجابية حتى الآن، إيش سلبياتها حتى الآن أو صعوباتها مثلا؟ هناك صعوبات بطبيعة الحال في تواتر كل هذه الحلقات وتناغمها للعمل مع بعضها سوية، وهذا يتطلب مزيد من الجهد وتكرار لبعض الجهود حتى تكون التجربة أو تتناغم الحلقات مع بعضها البعض وتبدأ بالدوران الإيجابي الذي يساعد بعضها البعض. على سبيل المثال المعلم ربما يعطي ملاحظات للأسرة في فترة الأسرة ربما لا تكون مفعلة للبوابة، وبالتالي لا تطلع على هذه الملاحظات، أو العكس ربما الأسرة تتفاعل والمعلم ربما ما يتفاعل وبالتالي تفقد الحلقة. لابد من التكرار والمواصلة المحاولة مرة بعد أخرى حتى نستطيع أن نحقق الفائدة ونحقق التواصل المرجو بين الأسرة والمدرسة. هذه أنت تتكلم عنها اللي هي بوابة التعليم. نعم، هي بوابة المستقبل. بوابة المستقبل. نعم. عفوا، كل شيء حيكون على بوابة المستقبل هذه. بإذن الله نعم. يعني هل نقدر نقول إنه خلاص مثلا ما في كتب، ما في هذه الأشياء؟ الأمر يختلف بين بوابة المستقبل، هي منصة للتعليم الإلكتروني توفر وسيلة إضافية للتزود بالعلوم والمعارف والاطلاع على المحتوى والتواصل بين أطراف العملية التعليمية، وهي مساند ومساعد للنظام القائم حاليا. متى ما نجحت هذه التجربة نجاح كامل وتام سيرتفع مستوى العملية التعليمية، بمعنى أن تحصيل الطلاب سيكون أفضل، جهود المعلمين ستكون أقل، الأعباء على المعلمين ستكون أقل، ومتعة الطالب أثناء التعلم ستكون أعلى. كيف ترد على اللي بيقولوا أنه يعني خلاص أنتوا تبغوا تعطوا للطالب كله أجهزة وتقنيات وأشياء ويصير هو يبطل يفكر معتمد على كل هذه الأشياء، وأنه فين متعة الكتابة بالورقة والقلم وطريقة التعليم القديمة وما إلى ذلك؟ أكيد بتشوف هذه الانتقادات موجودة. هي بطبيعة الحال هناك متعة في الكتابة والقراءة، ولكن يجب أن نعيش العصر الحالي. العصر الحالي الطالب فيه يشوف ويطلع على تقنيات مختلفة وهو يستمتع بهذه التقنيات ويستمتع بمعايشة العصر. يجب أن نتحدث إلى طلاب المستقبل بلغتهم ونهيئهم أيضا إلى وظائف المستقبل التي تتطلب تقنيات حديثة. المهارات القرن الحادي والعشرين تتطلب التعامل بالتقنية بشكل مبكر. أنتم بتعملوا لهم مسابقات حتى كمان؟ بإذن الله، إحنا أيضا من باب التحفيز والترغيب أيضا وزيادة المتعة نحاول أن نفعل كل التقنيات التي تزيد من التنافسية الإيجابية بين الطلاب. بإذن الله سيكون هناك مسابقات تحدي المستقبل تسير جنبا إلى جنب مع بوابة المستقبل لمرحلة متوسطة لزيادة التنافسية وزيادة إشراك الأسرة أيضا مع الطلاب. ستكون المسابقة عبارة عن جولات متعددة على شكل الأولمبياد، يترشح الطلاب الفائزون أو الطالبات الفائزات فيها جولة بعد أخرى إلى أن تكون التتويج بعد المرحلة الخامسة.
جميل جدا، احنا بنتمنى لكم التوفيق وشكرا على هذا الاستعراض السريع. شكرا لك. كان معنا الرئيس التنفيذي لتطوير تقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي، شكرا لك.